السلام عليكم يا ابو عبد الله. يلا حيا هلا بك والله. والله اشوف ما شاء الله لا اله الا الله التمر اللي عندك ما شاء الله مميز، اشوف اخلاص ما شاء الله، حبه كبيره ما شاء الله. لكن ابو عبد الله وش الخدمات اللي تعطيها بعد الصرام؟ بعد الصرام لا بعد شهرين ولا شهر ونص؟ لا بعد الصرام على طول. يلا يمديك تخلي العامل لو كل يوم ينظف لين خلاص ينظف ينظف تكرم ما بيكرم كيف لك ينظف يرقى اللي بها والسنوق ويرقم عليها وكذا وينظف الارض. يلا نظفت الارض مره تبلها شهر ثم عقب الصرام ما نظفت الارض. نظمت تجيب طول العمر اهم شيء تسمى جسماد طبيعي حق البقر متحلل حلابات حق حلابات هذه هو احسن شيء جربناه من اعد ما يكون مره بارد على نخره متحلل لا باكل ولا شيء حلابات مره هذا لي اول خطوه هذا اول شيء ما له من اذن هم من طال عمرك من يوم بقى يجبر على الحمل هذا على الحمل الجديد. لكن لا ما يخل انت الان سمدت تزيد الماء جديد تزيد الماء بعد الصرام لازم تزيد عليه تزيد الماء بعد الصرام حتى دخول الدم لازم يستعد بالحمل يستعد بالحمل هذا هو اعتماده للحمل ولازم تعطيه ماء تكرمه لا تحمله يسمونه الريه هاي ريه المحياه بعد الصرام